ريم محمد The Voice 2014 درينا وعلمنا من ناس ومن عصافير ما كنتوا تتفارقوا، ايش السبب غير عن الباقي يعني مره كنتوا اصحاب؟ والله انا ولا اعرفها كذا على الهوا يا الله ليه والله انا ولا بعرف نسيت بعد. لا اقول لك شيء يضحك مره، انا اول مره شفت ريم ما اعطوني الغرفه لسه ما عملنا في بيروت في بيروت، فكنت جالس عند الاسانسير ما شاء الله على الاسانسير ما شاء الله كان يقول لك على البحر على البسين قاعد على الاسانسير قاعد في الارض قاعد على الارض كاني قاعد الوم فلوس ليه لسه ما اعطوني الغرفه. طب جالس عند الاسانسير ما في كراسي ما في فوتيه؟ لا ما في كراسي، كان الفندق يعني سنجل ليش بدون كراسي بصراحه كان كله ارضي حتى القسط اللي يجي او لا هذا لا مستحيل اهل بيروت ما يسوي كذا يتكلم معك ارضي لا كله لا لا اهل لبنان ما يسوي كذا. انت ايش دخل انت ما تعرفي الحين حتى تدخل لنا في المواضيع اهل لبنان حتقعد تلصق عشان خاطر حبيبنا زياد؟ لا 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 الفندق ده بس هو الوحيد اللي كان ما في كراسي.